السلام عليكم تلاميذ الصف الخامس لابتدائي. درسنا لهذا اليوم هو حل مراجعة الدرس، صفحة 75. الفكرة الرئيسية، النقطة الأولى، ما وظيفة الجهاز الهضمي؟ وظيفة الجهاز الهضمي مثل ما علمناكم وظيفته هو عملية الهضم والامتصاص، الهضم وكذلك الامتصاص، الهضم والامتصاص، هاي وظيفة الجهاز الهضمي. المفردات، النقطة الثانية، ما العملية التي يتم فيها تحويل الغذاء إلى مواد بسيطة؟ هي عملية الهضم، عملية الهضم، وهي العملية التي يتم فيها عملية تحويل الغذاء إلى مواد بسيطة، هي عملية الجواب، عملية الهضم، العملية التي يتم فيها تحويل الغذاء إلى مواد بسيطة، عملية الهضم. ثالثا، ما العضو الذي يفرز المادة الصفراء؟ العضو الذي يفرز المادة الصفراء هو الكبد، الكبد هو العضو الذي يفرز المادة الصفراء. مهارة القراءة، نعدنا أربعة، ما الفرق بين الكبد والبنكرياس؟ هنا مطين الاختلاف والتشابه والاختلاف، العفو عن بمن شابها بمن يختلف. التشابه، الكبد والبنكرياس هما غدد، اثنينهم غدد ملحقة بالجهاز الهضمي. التشابه الذي بين الكبد والبنكرياس، اثنينهم هما غدد ملحقة بالجهاز الهضمي. أما الاختلاف، الكبد هو عضو مثلث الشكل، يكون شكله مثلث، عضو مثلث الشكل، أين يقع؟ يقع في الجهة اليمنى. وظيفته، ما هي وظيفة الكبد؟ إفراز مادة، هذه المادة تساعد على هضم المواد الدهنية تسمى الصفراء. إذن الكبد عضو يكون شكله مثلث، يقع في الجهة اليمنى، وظيفته إفراز مادة تساعد على هضم المواد الدهنية تسمى الصفراء. أما البنكرياس، يقع في مو في الجهة اليمنى، بينما يقع في أسفل المعدة، البنكرياس يقع في أسفل المعدة، ما هي وظيفته؟ وظيفته يفرز مواد لإكمال عملية الهضم، وكذلك إفراز الإنسولين الذي يعمل على تنظيم السكر في الدم. نعيد الجواب، الفرق بين الكبد والبنكرياس، التشابه، اثنين قلنا الكبد والبنكرياس غدد ملحقة بالجهاز الهضمي. أما الاختلاف، الكبد هو عضو شكله مثلث الشكل، مثلث الشكل، يقع في الجهة اليمنى أو في الجهة اليمنى، وظيفته إفراز مادة تساعد على هضم المواد الدهنية تسمى الصفراء. أما البنكرياس يقع أسفل المعدة، وظيفته يفرز مواد لإكمال عملية الهضم وإفراز الإنسولين الذي يعمل على تنظيم السكر في الدم. المفاهيم الأساسية، اختر الإجابة الصحيحة. خامسا، مادة تفرز في الفم تعمل على ترطيب الطعام، أليف السكر، باء اللعاب، جيم العرق، دال المخاط. الجواب الصحيح هو باء اللعاب، اللعاب هو الذي يعمل على ترطيب الطعام. سادسا، يفرز الكبد مادة تعمل على هضم المواد أليف السكرية النشوية الدهنية البروتينية. الجواب الصحيح هو جيم الدهنية، الكبد يعمل على هضم المواد الدهنية. التفكير الناقد، فسر إفراز مادة مخاطية على المواد غير المهضومة في الأمعاء الغليظة، ما هي فائدة أو تفسير إفراز مادة مخاطية على المواد غير المهضومة في الأمعاء الغليظة؟ وذلك لتسهيل طرحها خارج الجسم، لتسهيل طرحها خارج الجسم عن طريق فتحة المخرج، وذلك لتسهيل طرحها خارج الجسم عن طريق فتحة المخرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.